مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بمطبخ منال. وصفتنا لليوم هي التوم أو التومية، وصفة كتير طيبة وناجحة وأطيب من المطاعم، وأكيد بشغل إيدكم بنصحكم تجربوها. أول شي أنا بحاجة لكوب من المي، بدي أحطه بكسرول أو بحيلا صينية طنجرة صغيرة ما بيأثر، وكمان ملعقة كبيرة من النشا البودرة أو الكورن فلاور، وبدي أحرك هون على البارد، أكيد ما بدي ولع النار، مجرد ما تدوب عند النشا بدي ولع عليها. هيدي الوصفة كتير طيبة، أكيد كلنا بنعرفها ومنحبها مع أكلات الدجاج مثل شاورما الدجاج، مثل الكنتاكي، البروستد أو أي نوع دجاج، وصدقوني أطيب من المطاعم، وأكيد بشغل إيد تكونوا عارفين أنتو شو في بقلبها. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. مثل ما شايفين هون أنا ولعت علي الغاز، وهون بس تبلشت شوية تكتل من تحت بدي شيلها عن النار، وبدي حرك على البارد لحتى ما يعمل عندي تكتلات، بس يتجانسوا كلهم مع بعض برجعها على النار. هون هاي المرحلة شوي دقيقة مشان ما تكتل عنا النشا، ما يصير في تكتلات. كل ما حسها بلشت انه شوي من تحت تجمد بدي شيلها على النار، وبدي حرك كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعض. شوفوا كيف قوامها ناعم وما عملت معي تكتلات، لانه عم بنتبه انا وعم حرك، بس يختلطوا مع بعض برجعها على النار. مثل ما شايفين بلش القوام يسمك عندي. وهلأ بصير يفتح اللون شوي، ما بيبطل هالقد أبيض وأكيد بيجمد، ولما تبرد أكيد رح تسمك أكتر وتبطل بهيدا الرخاوة أو بهيدي اللزاجة. مثل ما شايفين هون جمدت عندي وفتح لونها شوي وصارت عندي بهيدا الشكل. بحركها شوي مع الغلي وخلص. هلأ بطفي النار وبدي اتركها على جنب لحتى تبرد تماما، ما في استعملها ابدا هي وسخنة. هيدي الخطوة كتير مهمة بدكم تتبعوها. نتركها لتبرد، وهلأ من بعد ما برد عندي النشا بدي اضيفهم بابريق الخلاط. شفتوا كيف بتجمد عنا بس تبرد وبتصير بهيدا الشكل؟ صدقوني اذا بتعملوها هيدي الوصفة كتير رح تحبوها ورح تلاقوها اطيب من المطاعم، ولادكن رح ينبسطوا فيها. انا هون حطيت 5 حصوص توم مدقوقين كتير منيح. اذا بتحبوا التوم يكون كتير قوي فيكن تزيدوا، اذا بتحبوا اقل فيكن تخففوا، هيدا الشي بيرجع لإلكن. وكمان حطيت 2 كبار من المايونيز، كلهم بدي احطهم بابريق الخلاط، وبدي احط كمان 2 كبار من الخل الابيض او اي نوع خل انتو عندكن اياه بتفضلوه، منا مشكلة ابدا. وكمان بدي احط 2 كبار من الزيت النباتي. مثل ما شايفين كلهم بنفس الملعقة عم عير، واكيد ما بدنا ننسى الملح. هون الملح انتو حسب الرغبة، انا حطيت 1/4 ملعقة صغيرة ما كترت هيدا، وانتو بتدوقوا يعني اذا حسيتوا بدها ملح بترجعوا بتضيفولها. وبدي اخفقهم كتير كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعض وياخدوا بعض. هلا اول شي رح تعذبكم بالطحن او بالخفق،
بس بترجع بتزبط وبتاخد بعضها، وصدقوني وصفة كتير ناجحة وطيبة ولح تحبوها. وهيدا هو التوم مثل ما شايفين، وصفة كتير طيبة وناجحة وانتو بشغل ايدكن. واذا حبيتوا الوصفة ما تنسوني باللايك والسبسكرايب، واهلا وسهلا فيكن بمطبخ منال.